ولكن هذه التصريحات وهذا الاستعداد من قبل الجيش لحسم المعركة وأيضا يعني ألن يزعج الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لإنعاش عملية السلام؟ يعني في الأيام السابقات كان هنالك حديث عن أنه هنالك تفاهمات حدثت مع المبعوث الأمريكي أو مع الإدارة الأمريكية فيما يخص استراتيجيتهم وطريقة تعاطيهم مع هذا الحرب، مع هذه الحرب، يعني دون الإفصاح عن معلومات كثيرة نستطيع أن نستقرئ أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما بدأت في تعديل سياستها تجاه هذه الحرب وتجاه السودان، وبالتأكيد إن غيرت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية التعاطي مع هذه الحرب، إن فعلا أعلت مصلحة الشعب السوداني ستمارس أيضا ضغوطات على جهات إقليمية لديها دور في إشعال هذه الحرب. أيضا تابعنا في الأيام السابقات يعني عدد من دول الجوار بدأت تبرز فيها أدوار مختلفة. في جنوب السودان تم إلقاء القبض على مجموعة، على حسب التصريحات أنها قيل أنها مجموعة متفلتة من مواطني جنوب السودان كانوا أيضا يساعدون ميليشيا الدعم السريع في تهريب الوقود. معلوم أن واحد من أكبر مناطق تهريب المسارات تهريب الوقود للميليشيا هو عبر جنوب السودان. حكومة جنوب السودان بدأت تتحرك في الأسبوع السابق. أيضا موقف إثيوبيا واضح أنه تغير، خصوصا بعد زيارة أبي أحمد إلى بورت سودان في الأسابيع الماضيات. وأيضا نتحدث عن تشاد، عبد الرحيم دقلو في تشاد يعني يسعى بشكل كبير لاسترزاق واستقطاب قبيلة الجرعان ليكونوا هم وقود هذه الحرب. وهذا الأمر تحدث مراقبون أنه ربما يكون قنبلة موقوتة أيضا، يعني ينذر بحرب أهلية في تشاد. لذلك بدأ هنالك تململ شعبي في تشاد، وأيضا عدد من القادة العسكريين يعني بدأت أصوات ترتفع لتطالب محمد ديبي بأن يعني يسحب يده من هذه الحرب، لأن كما تعرف يعني عدد من القبائل التشادية هي أيضا قبائل سودانية، هنالك تشارك وتصهر كبير جدا بين السودان وتشاد. لذلك لا يمكن أن يقتل التشاديون أبناء جلدتهم التشاديين لمجرد أنهم يعني عبروا الحدود إلى دولة السودان وسكنوا في هذه الدولة. كل هذه المعطيات الإقليمية تؤشر إلى أن ربما هنالك تغييرا في التعاطي مع هذه الحرب، خصوصا بعد زيارة توم بريلو لجدة التي وصفها بحد قوله بأنها كانت زيارة رائعة، وبعدها أيضا جاء إلى القاهرة والتقى بعدد من الكتل السياسية هنا في القاهرة، ومن المتوقع أيضا أن يجري مباحثات أيضا في تركيا. كل هذه المباحثات يعني تهتم بالشأن السوداني. أعتقد أن هنالك هندسة جديدة للمشهد الإقليمي الآن لما يدور حول السودان. نعم، إذن أنت ترى بأن العامل الذي ساهم في تراجع الدعم السريع هو ربما نقول تغلب الطابع القبلي على تشكيلته المسلحة، أليس كذلك؟ ليس تقلب الطابع القبلي، وإنما يعني مسألة الاسترزاق ومسألة جلب مرتزقة من قبائل خارج السودان ومن مناطق خارج السودان، يعني وهم لا يعلمون طبيعة الشعب السوداني. تشاد تحديدا هذا الذي ذكرته أنت هو يخص دولة تشاد، يعني عندما تأتي بمرتزقة من تشاد هناك قبائل مشتركة ما بين السودان وبين تشاد، لكن معلوم أن ميليشيا الدعم السريع وبمعاونة الإمارات تأتي بمرتزقة من تشاد والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى وحتى ليبيا وعدد من الدول، يعني أكثر من 9 دول هي مرصودة الآن لدى القوات المسلحة، وبحسب تصريح النائب العام والبيان الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 100 شخص من جنسيات يعني مختلفة ليست سودانية في صف هذه الميليشيا، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال. الاستراتيجية أصلا التي اعتمد عليها ميليشيا الدعم السريع أن تأتي فقط بمرتزقة ولا توفر لهم مال ولا توفر لهم، توفر فقط العتاد والوعود أن كل ما تجدوه أمامكم هو غنيمة يمكنكم أن تأخذوه. هذه الاستراتيجية لن تبني دولة بطبيعة الحال، وبالتأكيد لن يعني تجلب نصرا لهذه الميليشيا. إصرار الشعب السوداني في هذه الحرب ووقوفه خلف القوات المسلحة وأيضا استنفار السودانيين هذا غير كثيرا جدا في المعادلة. يعني سمعنا أيضا في الأيام السابقات
توصية لجنة تقصي الحقائق بأن يتم حظر السلاح والطيران على السودان، وأن تنتشر قوات أممية، يعني تنتشر قوات أممية لتحارب من؟ الشعب السوداني الآن كله يقف خلف القوات المسلحة ويقاتل هؤلاء المرتزقة. يعني هل تأتي قوات أممية لتقاتل، لتقتل الشعب السوداني، لتقتل 45 مليون سوداني لأنهم يدافعون عن أرضهم؟ المعطيات التي تغيرت بموجب هذه النظرة كثيرة جدا، لكن أهمها صمود الشعب السوداني، ويعني إصراره على الحياة وإصراره على أن لا يسمح لمعتدي ولأجنبي بأن يدنس السودان. نعم.